وينضم إلينا الآن من دبي سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية. سيد سامويل أهلا بك. إذن كان هناك إجماع دولي الآن أو إجماع في الدول السبع أو في مجموعة الدول السبع حول وقف أو هدنة إنسانية وليس وقف لإطلاق النار. هل تواصلتم مع إسرائيل بخصوص هذه الهدنة وهل تلقيتم جوابا واضحا جديدا حول الهدنة؟ إذا مساء الخير يا سارة، شكرا لك، شكرا لقناة الحدث الاستضافة. ونعم، ليس فقط بعد هذه اللقاءات واجتماعات اللي كان عنده الوزير بلينكن مع مجموعة السبعة والبيان المشترك بين المجموعة، ولكن منذ أسابيع كنا في تواصل مع الجانب الإسرائيلي حول أهمية الوصول إلى أي إمكانية لنرى إيقافات أو وقفات مؤقتة إنسانية. وصلنا لذلك عندما رأينا حتى الآن أكثر من تقريبا 600 شاحنة في المساعدة الإنسانية دخلت إلى قطاع غازة، إطلاق سراح عن بعض الأمريكيين وبعض الإسرائيليين في كل هذه الإمكانيات. وصلنا إلى بعض الإيقافات المؤقتة الإنسانية، ممكن ساعة ساعتين نص ساعة، ونحن نستمر. يعني هذا مصطلح جديد، ليس هدنة إنسانية وإنما وقفة لساعات فقط، هذا ما تقصده؟ وهذا ما بكل صراحة هذا ما كنا نناقش مع الجانب الإسرائيلي وكنا نسمع من الجانب الإسرائيلي منذ أسابيع، إن ليس من الممكن أن الولايات المتحدة تفرض على الدول الإسرائيلية كيف هي سترد لهذه الهجمات الإرهابية، ولكن من جانبنا نحن نرى أن على الأقل من اللازم أن نبحث عن أي إمكانية للدخول للمساعدة الإنسانية لإيصال الرحائن للأماكن آمنة. تفضلي. تسمع معنا سيد سامويل الآن صوت غارة جديدة على القطاع، إذن غارة جديدة إسرائيلية على قطاع غزة. المتحدث الإعلامي باسم المكتب أو المتحدث باسم المكتب الإعلامي كان يقول إن الضربات في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة هي في محيط مستشفى الشفاء، إذن كان هناك تحركات بالتأكيد رصدت اليوم. لماذا أنتم غير قادرين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية الآن على فرض أو على التأثير والضغط على إسرائيل من أجل هدنة إنسانية؟ إذن هناك افتراض هنا يا سارة أن إسرائيل ليس دولة لديها سيادة. لا، هي دولة لديها سيادة مثل الدول الخليجية، مثل مصر، مثل الولايات المتحدة، مثل الدول الأوروبية. هي دولة لديها سيادة، وأي دولة لديها ليس فقط الحق ولكن المسؤولية للمواطنيها للرد لهذه الهجمات الإرهابية التي رأيناها منذ شهر ونرى حتى الآن من شاشاتكم. نحن نسمع من هذه المسؤولين في حماس في هذه الحركات الإرهابية، نحن نسمع نياتهم لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية. ولكن هناك مسؤولية دولية ومسؤولية أخلاقية أنتم ملزمون بها وإسرائيل ملزمة بها، هي وقف هذه الهجمات التي أوصلت عدد القتلى إلى أكثر من 10,500 شخص. والذين قلق شديد، لدينا قلق شديد وحزن شديد بالنسبة ليس على ألف ولكن واحد أكثر من اللازم. لذلك نحن منذ بداية الرد الإسرائيلي كنا في تواصل معهم، كنا نتراءى الأسئلة الصعبة عليهم. هذا كان سبب من الأسباب لماذا الرئيس بايدن كان يوجه للإسرائيل ليقوم باجتماعات وجه لوجه ليطرح هذه السؤال، كيف هذه الدولة سترد لهذه الهجمات الإرهابية باحترام الحقوق الإنسان باحترام القوانين الدولية. مع كل هذا القصف المكثف، هل أقنعتكم الأجوبة الإسرائيلية بأنها قادرة على تقليل أو حماية المدنيين؟ إذن حتى الآن نرى آلاف من المدنيين قتلوا. إذن ليس هناك أي شك من الجانب الولايات المتحدة أن الشعب الإسرائيلي هم الشعب الفلسطيني هم يعانوا من هذه المعركة، قتلوا آلاف منهم. ليس هناك أي شك من الجانب الأمريكي بالنسبة لذلك، ولكن بالرغم من الصعوبات نحن سنستمر في هذه المناقشة التواصل مع الجانب الإسرائيلي كل يوم حول الإمكانية لتجنب أي ضرر للمدنيين. سمعتم جوابا من الجانب الإسرائيلي؟
أيضا أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل بالنسبة لهذه المناقشة لدينا مع الجانب الإسرائيلي. هي العفو الدولية تقول أن إسرائيل لم تتخذ الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين، وتقول كذلك أنها لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية ونفذت هجمات موجهة لأهداف مدنية. إذن التحدي أمامنا، لنتكلم بكل صراحة يا سارة، التحدي أمامنا ليس إسرائيل لا تميز بين الأماكن المدنية والعسكرية. المشكلة الآن أكثر من 17 سنة من سيطرة هذه المجموعة الإرهابية حماس على قطاع غازة، هي هذه الحركة الإرهابية هي التي لا تميز بين الأماكن المدنية وأماكن عسكرية أو دفاعية أو إرهابية. هي هذه الحركة الإرهابية التي ما المقصود بهذا؟ ما الذي تقصد؟ هذه دقيقة، كيف لم تميز حماس وهذه الفصائل المدنية بين الأهداف المدنية أو بين المناطق المدنية والعسكرية في القطاع؟ لم أفهم هذه النقطة. ممكن تكرر السؤال؟ ما الذي تقصده بأن الحركة هي الأساس في الأزمة وهي التي لم تميز بين المناطق العسكرية والمدنية؟ أنا أقصد أن منذ 17 سنة كنا المجتمع الدولي، ليس فقط الولايات المتحدة، كنا نرى بشكل واضح كيف هذه المجموعة الإرهابية تشن هجمات إرهابية وصاروخية مستمرة من أماكن مدنية داخل قطاع غازة. كيف هذه المجموعة الإرهابية تضع إنفاقها تحت بيوت المدنيين؟ من أعطاهم هذا الحق؟ هل هذا مبرر مقبول سيد صامويل للاستمرار في هذه الحرب رغم كل الكلفة العالية من المدنيين؟ من بين 10,500 قتيل أكثر من 4,000 طفل. ممكن تكرر السؤال؟ أنا لا أسمع السؤال عندما أنا أتكلم وأنت تتكلم. نعم سيد صامويل، تقول تتحدث عن ما سميته ممارسات لحركة حماس، هل تعتقد أن ما ذكرته هو مبرر مقبول ومنطقي هذه الكلفة العالية من القتلى من المدنيين في غزة، من بين نحو 10,500 قتيل في غزة أكثر من 4,000 طفل؟ نحن لا نتكلم يا سارة حول التبرير أو أي مبرر، نحن نتكلم حول حق الدولة ومسؤولية الدولة للدفاع عن النفس، كما لدينا في الولايات المتحدة، كما لديها أي دولة حق والمسؤولية للدفاع عن مواطنيه. دعني أنقل وجهة نظر سيد صامويل، تتحدثون دائما عن حق الدفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي، ولكن في المقابل هناك اتهامات بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بما يجب أن تقوم به لحماية المدنيين أو لوقف هذه الحرب أو على الأقل لفرض هذه الهدنة الإنسانية لإيقاف هذا النزيف الكبير بين المدنيين. وسمعنا ذلك بشكل واضح من رئيس بايدن والوزير بلينكين وكل المسؤولين الأمريكيين. نحن لسنا راضيين عن ماذا نرى في قطاع غازة. نحن لدينا قلق شديد بالنسبة لقتل المدنيين، بالنسبة للوضع الإنساني، بالنسبة لقطع الاتصالات، وهذا بالضبط ماذا نناقش كل يوم كل ساعة كل دقيقة. ربما قطع الاتصالات هو أقل الأزمات في القطاع الآن مع هذا العدد الكبير من القتلى. إلى ملف آخر، إلى الأسرى، وهو ملف أساسي بالتأكيد، الأسرى الأجانب والأسرى الإسرائيليين الآن في القطاع. هل هناك أي تقدم في هذا الملف بحسب المعروف أمريكياً؟ إذن بشكل عام لا نريد ندخل في تفاصيل كثيرة، لأن هذا الملف ملف حساس جداً، وعندما مثلاً لدينا رحائن الأمريكيين أو معتقلين محتجزين غير عدل في أي مكان بما في ذلك في قطاع غازة، أو عندما كان لدينا بعض الأشخاص في سجن في إيران، لم أبداً ندخل في تفاصيل كثيرة. من الممكن أؤكد أن هي من الأهم أولويات لدينا كأي دولة، لازم نركز على حماية مواطنينا، ولذلك نحن مع الضربات الإسرائيلية. هل تضمنون، هل أنتم متأكدون بأن الأسرى أساسا يبقون على قيد الحياة؟ حماس تتحدث عن وفاة نحو 60 أسيرا في القطاع بعد الضربات الإسرائيلية أو على إثر هذه الضربات أو بهذه الضربات الإسرائيلية، وهذا من الملفات، من العشية اللي نحن نتكلم مع الجانب الإسرائيلي حول هذا. أنا لا أريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة، ولكن لدينا قلق. المشكلة الآن نحن نرى أن بالرغم من أي شيء آخر، من لازم الآن هذه المجموعة الإرهابية تقوم بإطلاق سراء كل الرهائن.
هناك رهائن، هناك أطفال من العائلات الإسرائيلية، هم شافوا الأب والأم قتلوا في يد حماس والآن هم رهائن أطفال. إذا نحن نرى أن حان الوقت الآن لهذه المجموعة الإرهابية إطلاق سراع كل الرهائن. وهذا مرتبط بملف الأسرى ومن الجانبين. على العموم إلى نقطة أخرى، بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تحدث صراحة اليوم عن إدارة غزة بعد هذه الحرب، وقال إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة ونرفض في الولايات المتحدة الأمريكية التهجير القسري، ولكن ذكر نقطة مهمة ولافتة، تحدث عن فترة انتقالية. ما الذي تقصده واشنطن اليوم حينما تتحدث عن فترة انتقالية بعد هذه الحرب؟ النقطة الرئيسية هنا، لا نريد أن نرى أي فوضى في قطاع غزة، لا نريد أن نرى الآن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمامهم أسوأ حال بالنسبة للوضع الإنساني. الآن نحن نبذل كل ما في وسائلنا لإيصال المساعدة الإنسانية. إذن لازم ندرك أن يوم من الأيام ستنتهي هذه الحرب، ستنتهي هذا الصراع والقتال، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ إذن من سيوفر للشعب الفلسطيني الخدمات الأساسية؟ من سيوفر كل المواد الطبية والغذائية والمائية لهم؟ إذن لازم نفكر بذلك. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض إيراداتنا، كما سمعنا بشكل واضح من الوزير بلينكن. لا نرى أن ولا نتفق مع الفكرة حول سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، لا نتفق بذلك. وهذا ما قال الوزير بلينكن، ولكن نحن من اللازم لدينا المسؤولية، وعندما أنا أقول لدينا، نحن المجتمع الدولي ليس الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية، الإسرائيليين، الدول المجاورة في المنطقة، المصريين، الأردنيين، الأمم المتحدة، كنا من اللازم أن نبدأ على الأقل نبدأ المناقشة. هل هناك رؤية واضحة أمريكية اليوم حول إدارة القطاع بعد نهاية هذه الحرب؟ من سيشارك في هذا الأمر؟ الرؤية الأمريكية ستكون بتنسيق مع رؤية من كل هذه الأطراف الأخرى. ليس من الممكن الولايات المتحدة تقول إن هي الفكرة ونحن سنفرضها، لا، لأن في نهاية المطاف لازم الشعب الفلسطيني يخذ زمام الأمام وهم يسيطر على أراضي فلسطينية، ليس الولايات المتحدة، ليس إسرائيل، ليس أي دولة مجاورة، لازم الشعب الفلسطيني يسيطر على أراضيه. إذن السؤال كيف سنوصل لذلك إذا هناك فراغ أمني بعد انتهاء هذه الحرب؟ شكرا جزيلا لك. من دبي كنت معنا سامويل ويربرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.